طيب، الأهلي وصل للانتصارات، الفريق يعبر كانو سبورت برباعية ويتأهل لدور المجموعات بدور الأبطال. ده كان عنوان الأهرام المسائي. عنوان الأهرام: الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بدور الأبطال الإفريقي بالفوز على كانو سبورت برباعية. السويسري فايلر كلمة السر، وبطل مصر قدم مباراة رائعة وتألق ديانج ووحيد وفتحي. المكاسب كتيرة الحقيقة. المساء الأهلي مع فايلر كسبان ومنور. اكتسح كانو سبورت برباعية وتأهل لدور المجموعات الإفريقي. التحليلات بقى ممتعة، ولأنها دعوة للمتعة بجد ودعوة للاستمتاع، لأنه تفائلوا بالخير تجدوه. الأهلي داخل دور الأبطال، هنقول لكم ظروف البطولة عاملة إزاي، وهنقول لكم الأبطال اللي موجودين في الطريق والتصنيف ممكن يمشي إزاي. بس لأنه المهندس عادلي أراد إنها تكون فرصة للاستمتاع بالأهلي، نشوف الشيخ طه إسماعيل ورأيه في إبداع فايلر. فايلر أبدع إبداع كبير جدا، نمرة واحد في فكره في تسيير اللاعبين أو تدوير اللاعبين. وأنا بقول إن هذه الفكرة مش مسألة إن هو بيعمل روتيشن عشان الإجهاد أو كذا، لا، هو عايز يشوف اللعيبة كلها من خلال المباريات، نمرة واحد. نمرة اتنين، عايز يغير المينتاليتي بتاع اللعيبة بحيث إن كل لعيب يعرف إن هو من ضمن ال 20 او ال 25 واحد يقعد يلعب، ما فيش مشكله، ما فيش حد يتبرى، ما فيش يزعل او كلام، يبقى الكل حاسس ان هو طيع معاه. دي برضو من ضمن الامور اللي هو الابداع في التاكتس اللي استخدمها النهارده كلها من الكرات العرضيه، سواء الكورنر، شفنا التاكتس بتاعه، كل الاخوان شرحوا الجول جه ازاي. الشوط الثاني ازاي بيفضي حد في الجنب من خلال اداء جماعي. شوف الاوفر لاب اللي اتعمل بين الشحات اهو وبين محمود وحيد، وعمل العرضيه بجول، وصلوا بتشيع. ودي طبعا كان بيعملها معلول مع رمضان، نفس العمليه اطمنت وجود وحيد كانك شايف عليه معلول بالظبط. وده ابداع من ناحيه اليمين، مش لا الفاول، انا عايز اشوف الفاول اللي اتعمل فيه تاكتكس عجيبه جدا. وبعدين فتحي برضو من ناحيه اليمين، والشحات بقى بمهاره عاليه جدا، تخلص من باك وتخلص من الجول كيبر وسجل منها. ده ابداع. حتى لما مع الكره العرضيه اللي اتعملت ازارو وصلحها لصلاح محسن وسجل منها، الجماعيه طاغيه على الاداء بشكل رائع جدا. المهاره بالنسبه للعيبه هي اللي اتحدثت، التاكتكس اللي هي عملها المدرب رائعه جدا جدا، بحيث ان هو استخدم الجناب كاختراق لهذا الفريق. كل الاربع تجوال من الجناب، حاجه رائعه جدا، بتبين ان هناك شغل كبير جدا عامله المدرب مع اللاعبين، واللاعبين ادوها بسلاسه، بالذات في الشوط الثاني سلاسه متناهيه. حتى التغييرات اللي تمت بتبين ان هو اشرك كل لعيب. هو غلطه الرئيسي بقى عنده سكواد كلهم اساسيين، ما فيش بقى واحد يبقى قاعد متضايق عشان ما لعبش، ولذلك ده يقعد النهارده ده يلعب بكره، ده ما فيش مشكله. هو عايز يصل الى هذا المفهوم ان هو عنده 20 لعيب اساسي، ما فيش اي المينتاليتي اتغير بتاع اللعيبه، الشخصيه، الفهم، الوعي، ما بقاش في واحد متبرم وقاعد لا انا لازم العب على طول. حضرتك حتى شفناها وليد ازارو وهو بيسخن عشان ينزل مبتسم يعني. بالظبط. يعني الشيخ طه كان بيستمتع وهو بيحلل، لاقي كلام يقوله صحيح، لا، ودي احلى حاجه انك انت بتتفرج زي بالظبط ما انا في حاجه قفشتها ومحدش راضي يتكلم عليها. الجون الاولاني يعني اللي احنا جبناه جون مظلوم جدا، ده قمه انك تشوف عمل متفق عليه. تعالى اليو ديانج وعدلته الجسم، لا 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 لا، حسين الشحات وبيرفع قاعد يشاور للسلية تعالى تعالى، هو عايز ينفذ ايه؟ وبعدين لما راح للسلية لقيته بصاها للسلية ما رفعهاش، قلت يا نهار ابيض بتندهله عشان ترفعها، انا بقى غشيم عشان اتاري هو ده للسلية عشان السلية يلعبها. خلي بالك بقى لعبها لمين؟ استنى شوف اهو، شاور له شاور له تعالى اهو، شايف بيشاور له ازاي؟ تعالى ولسه شوف، عشان وانا بكلم اهو سامع بيقول له ايه؟ سلاية تعالى، هيروح رايح له ياخدها منه عشان يرجعها لورا. مين بقى اللي منتظرها؟ خلي بالك، وليد سليمان. ليه وليد سليمان؟ اشول جت وراه. ايوه راحت لمين؟ خطه به بقى
الشيخ الاشول. فالاثنين الشول وقفوا في المنطقه دي. فلما اتلعبت بصوا التركيه يا جماعه. يعني التركيه اهي دي ناس متدربه اهي. راح وليد سليمان جه يلعبها جت وراه الشيخ لعبها فريستايل. بص بقى شوف قالوا ديانج بقى العقل كله وعدلته عدله الجسم ولفه وحطها مش متسرع. مش واحد بيقول لك متسربع لا لا يروح حاطط وش رجله صحيح البراني فيها لان هو لو عدل على عدلته كانت هتعلى منه بالظبط. هو عدل جسمه وحطها بطن رجله. كل ده كلام ممكن نبص له في ثانيه ما ناخدش بالنا منه، لكن لما تخلي بالك ان الماتش اللي قبليها اتعملت من ناحيه اليمين نفس الكوره كورنر على الارض واتلعبت بس من ناحيه اليمين تعرف ان في شغل في الكور الثابته. شكرا. طيب نشوف راي الكابتن عبد الظاهر السقا في فايلر عامل ايه. الثقه اللي عليها الراجل زي ما بيقول الكابتن طه حتى باينة في تغييراته الكثيره جدا اللاعبين، وده واضح كمان من ردوده على الاسئله. بص يا كابتن الهدوء ده مهم جدا خاصه اللعيبه ذكيه جدا. اللعيبه بتقرا وشك لما بتبقى هادي بتحير كل اللعيبه. ما بتعرفوش انت الرياكشن بتاعك عامل ازاي، رد فعلك عامل ازاي. لو انفعلت عارف رد فعلك خلاص. عارف ايه اللي بيزعلك وايه اللي بيزعلك. دايما محير اللعيبه، دايما خليهم مركزين، دايما زي ما احنا بنقول كده دايما ما تطمنهمش مقلقهم طبعا. مهم جدا بس مش مع كل اللعيبه. نعم خلي بالك في لعيبه لو ما تطمنتش ما بتعرفش تلعب، تحت ستريس. الهدوء كمان بيديك قرار سليم. دايما ما بتنفعلش، فانفعالك بيأثر عليك في قرارك. ولو انت مره من المرات انفعالك اثر على قرارك بالسلب، انت كاريزمتك كمدرب عند اللعيب خلاص خلصت تمام. وفي نوعيه من اللعيبه لو عرفت اسلوبك ده ممكن تضحك عليك، بجد، لان اللعيبه ذكيه جدا جدا جدا. تاني حاجه اللي عمله النهارده خلى نمره 2 و3 قريبين قوي من نمره 1. يعني الاساسي هو عنده. نعم. تمام خلاص. لو اتفقنا مثلا اي اسم الاسماء مثلا رمضان فهو عنده. لكن احمد الشيخ ما بعتش. نعم. لكن وليد سليمان ما بعتش. لكن ما قفشه ما بعتش. كل الناس موجوده في الملعب. لكن السؤال بقى الخطير اللي هو جاي له بقى هل هيقدر يستمر على كده؟ مظبوط. مستحيل. نعم. مستحيل. ما شفناش حد استمر على الروتيشن ده او التغييرات او التدويرات دي. مش مشكله خالص. ده ما يتقالش عليه روتيشن، ده يتقال عليه ان انا بشوف المجموعه كلها. هو محظوظ يعني انه طبعاً البدايات فيها نوع من انواع السهوله الى نعم. لا النتائج كابتن هو برضو كان ريسكي قوي في مباراه سموحه. لا يعني الزمالك يا كابتن الزمالك صح بس ريسكي. الزمالك كان هو اول اختبار ليه اجايه نعم. ده كانت فكرته ودي فعلا البصمه اللي حطها في ماتش الزمالك. ان انت راجل تلعبه اساسي في السوبر واول ماتش ليك كراجل انت هتتحاسب عليه حساب فعلا مهم جدا. الراجل اللي انت لعبته يجيب جونين فده طبعا توفيق. لكن عملت بالاسباب، عملت خطه، اشتغلت، ذاكرت كويس، عشان كده ربنا بيديك. اخذت بالاسباب عشان كده ربنا بيديك. يا كابتن عبد الظاهر يا من ما ساراك كما كنت اتمنى في الاهلي، حتى لو ما جيتش كلاعب لا انت بطعم الاهلي. كل التحيه لعبد الظاهر السقا الحقيقه في اثناء عرض الفيديو بتاعه. عايز اقول لكم المهندس عدلي مش متحمس لحد من بره الاهلي ونفسه يشوفه في الاهلي قد عبد الظاهر السقا. راجل محترم جدا، ثقه في ادائه وكفاءته ومشاعره تجاه مش هنساله يا استاذ ابراهيم. اه وهو بيكلمني وطالع على المطار، راح من المنصوره على تركيا. طالع على المطار على بداية تركيا احتراف. يا كابتن عدلي اسافر ولا اعمل ايه؟ سبحان الله. قلت له اخاف اضيع عليك الفرصه، احنا لسه في اجراءات، سافر وبعدين نتواصل. لما سافر طبعا بشخصيته الجميله دي وصل بقى كابتن التيم. يعني اكم من لعيبه ما لعبوش في النادي الاهلي لكن مشاعرهم الحقيقيه تجاه الاهلي رائعه وجميله وتثمن وتقدر، وكتير طبعا من ابناء النادي الاهلي ليهم كل التحيه والتقدير.